لحضراتكم بقى نهايه الارصاد الجويه النهارده. بيقول انه الطقس هيشهد ارتفاع في درجات الحراره، وده مقارنه من امبارح، لانه كان في امبارح انخفاض يمكن ما بين 4 لـ5 درجات، فالنهارده هيكون في ارتفاع بقيم بتتراوح ما بين 2 لـ4 درجات. فعشان كده الهيئه بتقول انه الطقس هيكون حر مقارنه من امبارح، بس هو مش حر قوي يعني، وده هيكون على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وهيكون معتدل على السواحل الشماليه وشديد الحراره على جنوب الصعيد. كمان بيشهد النهارده نشاط رياح على مناطق من القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وجنوب سيناء وجنوب البلاد بشكل عام، وده هيكون على فترات متقطعه. خلوني اشوف مع حضراتكم ونتابع درجات الحراره العظمى والصغرى على كل محافظات مصر في هذا البيان. تابعنا مع حضراتكم درجات الحرارة، الحمد لله الأجواء لطيفة جدا، يعني بنتكلم حتى العظمى كلها بتتراوح ما بين 31-32، جنوبا الصعيد 34-35، فأعتقد إن دي درجات حرارة مناسبة، يعني حر طبعا بس يعني أقل حرا بكتير طبعا بعيدا عن الحر اللي في شهر الصيف، أو يعني في الصيف أجواء الصيف بشكل عام، فيعني استمتعوا برضه والحمد لله يوم إن شاء الله يحمل لنا كل الخير.